call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم جبنا لكم فيديو راح أتكلم فيه عن درع الغضب أو النحيب، إيش اسمه كان هذا، وقاية غضب. الأمير الأسود ما عندي وقاية غضب، قيمته 450 من عملة السيادة. ميزته أنه يعطيك مواد كيميائية سامة تنبعث منها أبخر عفنة، تعطيك دامج يمكن 3000، وتستنزف قدرة تحمل الطاقم اللي يدخل فيه. متى تتفعل هذه؟ لما أحد يضربك. تقريبا الريلود مالها 10 ثواني، بس لما أحد يضربك يعني تطلق أبخرة سامة حوالي السفينة. بتكلم عنه بشكل خاص لأنه هذا الثاني الأمير الأسود، أتوقع أنه يكون هو الأفضل، أفضل الدروع، خصوصا أن الدرع اللي يعطيك إياه 1200 بينما هذا يعطيك 1120 فقط. فتفكير الإغراق مشكلته أنه ما في ضرر الإغراق، ما يخففه ضرر النار 18% بس، هنا 15 و25%. صح التمزيق، بس التمزيق تقريبا باثنتين نفس الشيء، الاختراق بعد متقاربات. ف ايوه الميزة هذه اللي تكلمت عنها، ما هنا عندما تكون سلامة الهيكل السفينة اقل من 50% يقل ضرر الملحق بالسفينة، فيفيدك لما تكون في الحالات والاوقات الصعبة. هذا الدرع، بينما الدرع هذا ما يعطيك ميزة أخرى غير عن موضوع السم وشراءه. طبعا يكون من هنا وكلمناكم وقلنا لكم كيف تجيبوا عملة السيادة هذه، العملة الفضية أو عملة الزعماء، تجيبوها عن طريق توصيل الذهب وتلفلوا قوام الصدارة، يعني تلفلوها، وعلى كل ليفل يعطوكم، يعني الحين باقي لي تقريبا توصيل 12000 من الذهب الإسباني أو الدولار الإسباني، ويعطوني 1000 زيادة من هذه العملة. هي يمكن أصعب وأندر عملة في اللعبة، مع أنها نادرة يعني تقدر أنك تحصلها، لكن أصعب عملة أنك تحصلها في اللعبة. فبحاول أني أسوي مهمة الحين. واحنا نلعب فيمكن بسوي حصن، نشوف هذا الحصن. مشكلة هذا مستحيل يكون، بس هذا الحصن داوستر، نحاول نسوي حصن داوستر في ثلاثة. اوكي ما اقدر افعلهن لاني فعلت اكثر من راح اسوي عملية نهب سريع، بما ان هنا بسوي عملية نهب سريع، نشوف ان مكانه كهذه. بس هذا اوكي، المطاردة اللي خبرتنا عنها هذه، بروح اقرب مكان ونسوي لنا اللي هي هذا مخزن خشب السيف، نسوي لنا استحواذ على السريع عشان نشوف اللي اقصده من هذا الفيديو، واللي هو انه هذا الدرع ما يفيدك كميزة، اوكي كقوة اللي هي 1120 يفيدك، لكن مثل ما قلنا قيمته نفس قيمة الامير الاسود، والامير الاسود يعطيك 1200 من الدرع. فالميزة الوحيدة اللي هي هذه، فاذا كنت تقارنه بدروع 400 نعم يمكن يكون افضل، لكن اذا تقارنه بالامير الاسود اللي هو بنفس سعره فلا، ما يفيدك. ليش؟ لأنه الميزة اللي فيه هي بعد ما يضربوك تطلق غازات سامة حوالي نفسك، فمن اللي بيقترب منك الـ AI الكمبيوتر ما يقترب منك بهذه الطريقة، يعني اللي يقترب منك اللي يطاردك. فتقريبا لما تسوي مهام المقر ويطاردك حد من الناس يعني اللاعبين الاونلاين، ممكن انك تستفيد من هذه الميزة. بس مرة ثانية اللي يلعب اونلاين يعني هو لاعب مثلك، فما غبي يعني انه يشوف انه
في هناك غازات سامة في المكان الفلاني، يعني هم يخبروا بالضبط انه هنا في غاز سام، فهو يشوف الغازات السامة مستحيل انه يروح يهجم على الغاز السام هذا، الا اذا كان يعني ما اعرف ايش اقول عنه يعني، لكن مستحيل ان شخص يهجم على الغازات السامة وهي اللعبة تخبره انه هذه غازات سامة. فهي ذي الفكرة من الكلام اللي اقول لكم اياه، لانه هذا يمكن ما تستفيدوا منه، يمكن اذا كنت تريد الكوزماتيكس او الشكل الحلو، يعني شوف شكله شكل براق يعني لون اخضر مثل كأنه LED فاوكي تاخذه ككوزماتيك، لكن كدرع ما راح تستفيد منه كثير لانه ميزاته ما ميزات مفصلية في اللعبة. هذا تقييمي، ما يعني حتى انا لما العب واحاول اني استفيد من هذه الميزة، ميزة السم، ما اقدر. يعني مثلا الحين بنشوف بعد شوية بخلي بمدد الفيديو شوية دقيقة وننتظر نشوف اللي بيهجموا علي، احاول اني اصيبهم بالسم، بس كيف اصيبهم بالسم؟ لازم يضربوا علي ويمشيوا فيه، حتى الاصطدام ترى ما يحسب لك اياه من الميزات. فنشوف نحاول نخليهم يصطدموا فينا. اوكي، هذه الصدمة لانه لو تشوفوا تحت على اليسار ما صار في اعادة تلقيم للسم، فهذيك الاصابة فقط من الاصطدام. بشكل عام في رأيي انه هذا الدرع ما يستاهل انك تشتري ب 450، اذا عندك 450 تشتري لك الامير الاسود، خصوصا انه حتى هذا ما يفيدك في مصارعة او مقاتلة لابست. المفروض ما اصيبهم عشان شوف لحد الحين انا ما اطلقت ابدا السم، فما اعرف متى تقدر تطلق السم هذا عشان تستفيد منه. ما يكون لما تلعب بي في بي بي في اي، يمكن لما تلعب بي في بي بس حتى هم بيكونوا قادرين انهم يسويوا منوفر ومراوغة السم لانهم لاعبين اونلاين مثلي مثلك. هنا تكون نهاية الفيديو، اتمنى انه عجبكم واتمنى انكم ضغطوا على زر السبسكرايب. في الفترة الاخيرة شوي قل عدد المتابعين او زيادة المتابعين اليومية، فأتمنى أنكم ضغطوا على زر السبسكرايب وزر اللايك ودعموا القناة دائما وأبدا مثل ما كنتوا. و يا أخي أصيبني ما في. نهاية الفيديو، السلام عليكم.